اشمت راديو، ولكن احنا راديو. يعني احنا المخزن عندنا دون مستوى اخي، وماشي كان عند المخزن ان داك العمل اللي دار، ان داك العمل اللي دار ماشي ديال الامن. شوف عاود لي عادي كما عاودتيها كبيره. نعم ماشي ديال بلا عربيه، بلا ما تقول لي نعم. عاود لي شنو درتي لولادك وعلاش خرجتي اليوم وشنو داروا لكم؟ انا خويا انا مواطن عادي. مواطن عادي، عندي حقوق ديالي، فهمتيني؟ عندي امور ديالي كنتكلم عليها انا ولادي، وحنا خمسه في البيت. كنخرج انا لهاد المسيره هادي. كنخرج على قبل المعيشه، ما في حالتناش. والاستبداد، هاد الاستبداد اللي داير لنا البوليس. انا ولادي كنخرج من كل حد المسيره السلميه. كل حد بابا كيقول لك بابا تديني المسيره. واحد 5 سنين، واحد 6 سنين ونص، والثالث عنده 7 شهور ولكن يبقى في الدار. شنو درتي لهم اليوم؟ اليوم درت لهم الصباغه ودرت لهم كرامه. الصباغه ديال اش؟ الدرابو المغرب الصباغه بالاحمر وبالاخضر. وكرامه وحريه وفلسطين حره وارضي حره. ويسقط الاستبداد. وخرجنا هكذاك، يدينا وجهنا وكل شيء، خرجنا هكذا. وشنو طرا؟ اشنو وقع اخويا؟ من طلقت المسيره السلميه لا حجره لا حتى حاجه. المخزن بدا كيضرب فينا، لقيت لي ولادي جوج قدامي. يعني باش ولادي زعما يحن فيهم. ضربني انا ولادي، او الاخر مضروب في جبيته والاخر في فخده. ديتهم عند امهم حطيتهم وخرجت ثاني ناضل من اجل خوتي، ناجل من خوتي. وغنموت ارضي حره، وانا حر والموت حر، ويبقى ولادي ويبقى خوتي ويبقى الوطن. يعني التضحيه، انا نضحي في سبيل واحد اخر باش يعيش مزيان، ماشي مشكل. حد الماجي شنو عندكم؟ حد الماجي اخويا عندنا في شارع النصر، حتى النيفادا. مع الشمس نهار الحد مع 11 ديال النهار ان شاء الله. شنو تقول للمغاربه اللي عايشين فوق دابا؟ المغاربه نقول لهم المغاربه كاملين، هذا الوقت ماشي ديال النعاس. كنا ناعسين، كنا في السبات، ودابا استيقظنا من السبات. وحنا كعرب، ماشي غير مغاربه، كعرب لا نخاف وما كنعرفوش الخوف. كنا غير في السبات فقط، واستيقظنا وانا في عمري 36 عام، وملي كانت في عمري 16 عام. وانا كنتمنى تنوض هاد المسيره هادي، ها هي تحققت باذن الله. اش كطالبوا في وهذا العنف هذا كيولد العنف في المسيرات؟ اش كطالبوا نهار الحد في المسيرات؟ الحد الجاي ولا اي مسيره؟ الحد الجاي والمسيرات الاخرين، شنو كطالبوا شنو غطالبوا؟ اسقاط رموز الفساد. يجب اسقاط رموز الفساد. يجب الكرامه. ويجب الحريه والمعيشه غاليه. ماذا اش بغينا احنا نديروا بهاد اش غنديروا بهاد الموازين؟ انا ساكن، انا خمسه في بيت ساكنين، حنا خمسه في بيت ونديروا موازين. تجي شاكله دير فلوس، ثروات في مشات.